السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم. هذا الخبر العاجل. أوضح الخبير القانوني علي التميمي الاثنين عقوبة خطيب جامع الفتح في بابل الذي دعا إلى هدم قبور أهل البيت. قال التميمي في بيان: يعاقب قانون العقوبات بالحبس 3 سنوات في المادة 372 منه على ذلك، وينطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، لأنه يراد منها الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار المجتمعي. وأضاف: بالتأكيد القول الفصل سيكون لمحكمة التحقيق، وهذه الجريمة تسمى المساس بالرموز الدينية والعقائد والقيم المجتمعية، وهذه عقوبة الخطيب والصرخة القانونية.